سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دار سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن حبهم في الحشا قد قطن وخمر مني جميع العظام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين